راه كلشي والتفاح ديال. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تافي في هذا البث المباشر من زايده اقليم ميدلز. حنا كنتواجدوا متابعي قناه الشعب وشوف تافي تتواجد بقلب اكبر بوابه بجهه درعه تافيلات اللي معروفه ومشهوره ايضا بالجزاره وايضا بالتفاح. اكيد ان جايكم الجزاره، لكن نبداو الان بالتفاح اللي تبارك الله خيرات ربي كاينه هنا. ونبداو مع السي مصطفى. السي مصطفى راه مازال ما فاطر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نسلم عليكم. انت الاول بعدا كي داير امورك؟ كلشي بخير؟ لاباس عليك. كي داير؟ كي داير امورك؟ هانيه الله يعطيك كلشي بخير. مرحبا بك اخويا. مرحبا اخويا، بحالاش باش تعرف؟ التفاح يعني الحمد لله عارفين زايده معروفه بالتفاح. معروفه. كي دايره هذا العام؟ شويه واش ناقصه ولا زايده شويه؟ اه موجود بخير تبارك الله. لا هي غير زايده وما زيداش في الثمن. فيها المرويه اللحد. الحمد لله. الخير موجود اخويا. بالنسبه للتفاح شحال الثمن ديالها؟ خويا كلها وسلعه وثمنها. كاينه السلعه المليح. كاينه 200 درهم، كاينه 3000، كاينه 3400، انت وجهدك، المهم كلشي ياكل الحمد لله. وبالنسبه للتفاح يعني ديال المنطقه؟ اه كلشي ديال المنطقه الحمد لله. ما كايناش شي حاجه من الخارج؟ لا، التفاح كامل ديالنا هنايا. تبارك الله عليك. بحال دابا الكيلو شحال واصل؟ كاينه اخويا 12 درهم، كاينه 13، كاينه 14، 15 درهم، شي حاجه مليحه. بحال هكا، شي حاجه 15 درهم حبه حبه. هذا 15 درهم. اه كاين هذا عاوتاني 10 درهم. شد هذا وقول لنا. كاين هذا 15 درهم حبه حبه، كاين هذا 10 درهم، كاين كواشيطات بحال هذوك حبه حبه، كتكون فيها 5 كيلو. واللي خصها شي حاجه مرحبا. وبالنسبه للبنان لافوكا شحال؟ خويا لافوكا شنقول لك؟ تزاد هي شي شويه دابا مع العويشرات هذو تزاد شي شويه، هي والبوعويد. بالنسبه للبنان 10 درهم 11 درهم. المهم الخير موجود. موجود ومرحبا بكم. تبارك الله عليك. كيف ما سمعتم متابعي قناه الشعب مرحبا بالجميع. اكيد ان اي شاحنه واي حافله واي سياره دازت من هنا الا ضروري انها تدير البركه في التفاح والبنان وهاد الخيرات اللي موجوده في زايده. وانتقلوا متابعي قناه الشعب. جات لي السميه ديالو المحجوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير امور؟ هنا متابعي قناه شوف تيفي الوجه البشوش والبيع، واكيد ان قناه الشعب دائما كتوجه للناس اللي هما بساط وللناس اللي هما تبارك الله عليهم عندهم اقبال في وجههم واقبال حتى في البيع والشراء. نتمنوا ان شاء الله انه يكون عام خير، ولو ان التساقطات المطريه ما كايناش، لكن نخليكم مع البائع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني مرحبا بكم مدينة زايدة إقليم ميدلز. يعني مرحبا بكم كاع. أي زبون جا كيدي حاجة مليحة. بالنسبة للجودة، بالنسبة للثمن مناسب، يعني كنوصل لكم يعني أحسن بوف ميدلز. يعني مدينة هذه جولدن، جولدن أحسن ماكلة وأحسن جودة في إقليم زايدة. يعني هاد النسبة هذا كاين بادي من 12 درهم إلى 15 درهم، جودة عالية تبارك الله. بالنسبة غادي ندوزو لستار كيمسون. ستار كيمسون اللي هو معروف في البلاد المنطقة ديال أي تعياش، جبل يعني 100% تبارك الله، جودة عالية تبارك الله، كيبدا من 15 درهم إلى 20 درهم، ولكن بالنسبة تبارك الله ماشي يعني أثمنة غالية ولا، يعني كتدي راس السوق كما كيقول المثل المغربي. زيد تفضل. يعني بالنسبة للفريز هو ماشي ديال المنطقة، لافوكا ديال العرايش، يعني ما بين 25 حتى 30 درهم دابا تزاد تشوف الأثمنة. بالنسبة للديليسيوس الأول بروميان كاليتي في ميدالت، يعني بالنسبة للبروميان كاليتي في ميدالت لا من ناحية كنقولوا له حنا تفاح المرمل، تفاح المرمل واحد الجودة عالية. يعني بالنسبة لبنادم المنطقة، منطقة ميدالت كنهضر لك هادشي ديال التفاح من منطقة ميدالت لبور، كتديها من منطقة ميدالت. كندوزو احسن تفاح في ميدلز. كنزيدو من ناحيه الجوده، الناس كيدوزو كيقول لك لا اثمنه غاليه اثمنه. بادي التفاح دابا من الجوده اللي هي عاليه بادي من 200 درهم حتى 250 درهم. بالنسبه للشي غير عادي 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 كيبدا من 140 درهم حتى 170 درهم. بالنسبه لستارك هذا كنهضرو على ستارك، هذه بوعويده كتجينا من اختلاف البلدان، يعني حاجه كنزيدو عاود كندو اللي بغى شي كاجيطا ولا شي حاجه هي المليح تبارك الله. وكنشكر كاع المجموعه وكنشكر ناس زايده ما من راس القنطره الملويه، واللي جاي تقدى عندنا التفاح مرحبا به، الف مرحبا. وكنشكركم بزاف على القناه وكنشكركم بزاف. عطيني الانواع تبارك الله عليك، مع سمعنا التفاح المرمل، سمعنا هذا النوع الاخر، عطيني الانواع اللي كاينه ديال التفاح. انواع كاين هذا كي سميتو جولدن،
يعني جولدان معروف في السوق العالمي، مدينه ميدلت كدير التفاح الجولدان يعني احسن تفاح. كنتبعوا له ماشي غادي ندوا على اللون ولا كنتبعوا له ديليسيوس هو الثاني ديليسيوس حاجه مليحه. عاد كنتبعوا له ستار كيمسو، حنا كندوا على حسب الذوق وعلى حسب الماكله. بالنسبه للبنان، البنان كيجينا من منطقه دكادير، دابا داير حتى 8 8 ونص 9 جمله دابا بالنسبه له. والحمد لله الله عليك السيد الجلالي، وكذلك معروف حتى في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وسام بالفقيه، كتقول لك فين اخويا الجلالي؟ تحياتي. كنشكروها واش كنشكروها بزاف، كنشكروها بزاف، مرحبا بها الى جات المنطقه زايده، مرحبا بها بزاف، كنشكروها التفاح من عندنا كادو. مرحبا مرحبا مرحبا. هذا كما كنقولوا هذا هو الخير والفضل الكبير، انه حينما كيبان واحد الوجه باش واش كيما كنقولوا يعني في 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 المواقع ديال التواصل الاجتماعي كتلقى واحد الاقبال عليه من مجموعه ديال التعليقات. حنا غير في هذا البث ديال الجلالي، واكيد ان احد المتابعين قالت له فين اخويا الجلالي، الجلالي مبجور، وعطانا ايضا حتى الانواع اللي كاينه ديال التفاح اللي كاينه في المنطقه ديال زايده اقليم ميدلت اللي معروفه بمجموعه من الانواع. بالنسبه لهذا العام هذا شتا شويه ناقصه، شنو نتمنوا الخير ان شاء الله، نتمنوا الخير، مازال الخير مازال العطاء من عند سيدي ربي سبحانه وتعالى، نتمنوا الخير ان شاء الله، غادي يعطي مازال ربي، ما غاديش نفقدوا ان شاء الله الخير نتاع سيدي ربي، مازال كنتمنوا الخير ان شاء الله، وغادي يكون الخير لقدام، واخا هكاك ما غاديش ننساو ان شاء الله، غادي يكون الخير ان شاء الله، ومازال المنتوج ديالنا غادي يزيد لقدام مدينه زايده ان شاء الله، واللي جا مرحبا به الف مرحبا. تبارك الله عليك. ناس الجود والكرام واللي كيقولوا ان شاء الله متابعي قناه شوف تي في ان الخير مازال غادي يتدفق على المملكه المغربيه العلويه الشريفه. الانسان غير يكون قلبه طيب والانسان ما يقولش باللي راها وقفه، الحمد لله كاين الخير ومازال الخير، وحنا صابحين في واحد الجو اللي هو الرياح اللي هي قويه هنا في مدينه في منطقه زايده اقليم ميدلت، واكيد اننا ان شاء الله نشوفوا يعني تساقطات مطريه اللي غادي تهم المدينه، وغادي ننتقلوا متابعي قناه الشعب لواحد المواطن. اجي 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 راه الله لا ربتي اجي. اجي قلنا عاود نير شويه، عاود نير على غير الصوت غير الصوت. السلام عليكم. عاود نير على المنتوجات وعلى التفاح. المنتوج الحمد لله، الحمد لله المنتوج، وكاين ثمن زوين وكاين ثمن غالي بالنسبه للجوده. وضروري الجوده خص الثمن. الحمد لله، ولكن كاين شويه الوقت بالنسبه للمستهلك شويه مسكين ناقص له الجيب صراحه، باغي الحاجه وما قدرش يشريها. يشريها مع يعني المنطقه زايده شويه شويه الناس شويه النسبه كذا، الا البراني هنا اللي الحمد لله معاه واحد طرف الخبز، ما كناكل واحد طرف الخبز مزيان الحمد لله. بارك الله عليك. هنا متابعي قناه الشعب من احد المواطنين في زايده واللي فهمت منه بان المنطقه ايضا كما كاقليم وكذلك كاقليم الرشيديه وكجميع اقاليم ديال جهه درعا تافيلات اللي فرص العمل ما كايناش، فقط انهم كيعتمدوا على واحد شويه ديال الفلاحه، وعارفين بان التساقطات المطريه قليله وقليله بزاف، الله يغيثنا من عند اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وفقط انهم كيعيشوا فقط غير مع الناس اللي هما غاديش نقولوا برانيين. كننا الحمد لله كنا بحال بحال، وكنا يعني في مكاننا وفي مغربنا وفي المملكه المغربيه العلويه الشريفه، يعني مجموعه من الشاحنات ومن الحافلات اللي كيدوزوا في اكبر بوابه بجهه درعا تافيلات، باحات اكبر باحات للاستراحه وكذلك بجهه درعا تافيلات. اكيد ان مجموعه من المتابعين والمتابعات والناس اللي عزيز عليهم السفر واللي زاروا هذه المنطقه ديال الجهه، اكيد انهم دازوا على منطقه زايده، خداو التفاح، خداو البارو كما كيقولوا، مجموعه من الاشياء اللي كنشوفوها حتى في المدن الاخرى كاينه في اكبر باحه في زايده اقليم ميدلت. هنا متابعي قناه شوف تي في، وننتقلوا نشوفوا فقط انواع التفاح، اللهم بارك وزيد في ذلك، فتبارك الله عليك. وسام بالفقيه اللي كتقول مول البونج، ما عرفناش شكون هذا مول البونج هذا، وهذا هو التفاح تبارك الله وما شاء الله. اجمل تحيه للجميع من بريطانيا عبدو الباقي تبارك الله عليك، وتحيه كبيره للجاليه المغربيه المقيمه ببريطانيا. وهنا متابعي قناه شوف بغينا كل المتابعين والمتابعات يقولوا لنا منين كيشاهدوا هذا البث الرائع والمباشر، وتحيه كبيره لكم من قلب زايدة ميدلت، وبغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يعطيونا الارتصام ديالهم شكون عمرو زار زايدة اللي هي اكبر بوابة
بجهه درعا سافيلات، واللي كنحييو من خلال ايضا هذا البت الرائع الجلالي الرائع والوسيم، واللي كنتمنوا له ان شاء الله الرزق الكبير الحلال الطيب، ونتمنوا له التوفيق، واللي اكيد ان مجموعه وسنة هذه رساله لكل واحد. راه هو تبارك الله راه غير في الدخله، راه غير في الدخله يعني اللي حدا القنطره، اي واحد زار جلالي الا واكيد انه غادي يمشي مبتسم ويمشي فرحان، لانه غادي ياخذ حاجه اللي هي مزيانه. وتبارك الله على اي بياع وشراي اللي هو عنده عند انا خضار وكنبيع التفاح وما كنعرفش يعني الانواع اللي كنبيع، يعني راه غادي نحاول ما امكن نبعد على ديك الحرفه، كيعرف يعني الانواع وكيعرف شنو كاين وشنو ما كاينش، ومتفائل ويقول اللهم بارك وزيد في ذلك، مازال الخيرات ان شاء الله غادي تعم جميع ساكنات المنطقه. الجوكر حافظ اللي كيقول لك انسان طيب تبارك الله عليك، السلام عليكم من الخميسات السياسيين، وتحيه كبيره لكل المتابعين والمتابعات، فما كرهناش كل متابعي قناه شوف تي في انهم يعطونا التعليق ديالهم حول زايده واقليم ميدلت اللي هي معروفه بالتفاح. تبارك الله عليكم، الشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات. ما بغيناش نقطعوا هذا البث هذا ونزيدوا نستمروا معكم متابعي قناه الشعب، لكن اكيد اننا ان شاء الله غادي نتحولوا لبث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن، وهذا هو النوع اللي قلنا نوع بلدان. نوع بلدان، وايضا النوع الاخر اللي هو ستار كيبسو ديليسيوس. ها انتم البنا في ديليسيوس. الثمن بالنسبه للثمن ديال ديليسيوس من 15 ل 13، هذا من 13 درهم حتى ل 15 درهم، هذا من تقريبا من 13 حتى هو حتى ل 15، ولكن راه عرفتي راه تفاح، راه نقولوا تفاح تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذا شحال؟ بلدان شحال الثمن؟ من 10 دراهم حتى 13 درهم. الحمد لله، اكيد كل منطقه باش معروفه، واكيد ان كل منطقه باش مشهوره ومعروفه يعني في الفواكه ديالها والخضار، فتبارك الله والشكر الجزيل لهاد الناس ديال الخير، نتمنوا لهم ان شاء الله كل التوفيق والسداد. واكيد متابعي قناه شوف تي في نلقاكم في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. وهالبنان ودائما يبقى شعارنا الخالد والابدي، الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين والمنافقين والنمامين وجيران ايضا السوء. قال لك سيدي زكية او زكريا، اعتذار زكريا، سولوا على ثمن التفاح واسمع على ودنك، التفاح كيشيروا يعني صندوق ب 130 و 140 وكيبيعوا لك ب 15 الكيلو. هنا راك تعرفوا بان الاثمنه كاع ديال مطيشه راه وصلت ل 15 درهم، ودابا راها ب 3 دراهم و 4 دراهم، فاكيد ان بلاد معروفه بالتفاح وعندها يعني وكاين واحد النقص تبع خلال التساقطات المطريه، الا واكيد ان الثمن غادي يكون واحد شويه طالع. فالله اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانطين، راه يكون كانت يعني الشتاء وكانت حتى قلوبنا صافيه، فاكيد اننا غادي ناخذوا التفاح حتى بدراهم وجوج دراهم وثلاثه دراهم، غير تكون الشتاء الحمد لله. فتبارك الله عليكم، الشكر الجزيل لكم، وان شاء الله متابعي قناه الشاب اكيد الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن.